تصريحات مفعمة بالتفاؤل خرجت على لساني الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل بعد اجتماعهما في العاصمة المصرية القاهرة. الرجلان في حديثهما للإعلام أكدا على فتح صفحة جديدة عنوانها التفاهم والشراكة بعيدا عن أي خلافات داخلية. فهل تنعكس إيجابية التصريحات على أرض الواقع؟ أم أن هذا الكلام ما زال سابقا لأوانه؟ في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع جمع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد بعضو المكتب السياسي لحركة حماس عزة الرشق، تم التأكيد على إنهاء ملف المعتقلين السياسيين خلال أيام والاتفاق على تهيئة الأجواء للانتخابات في موعدها المحدد وتعزيز المواجهة الشعبية ضد الاحتلال والاستيطان، بينما لم يتفق الجانبان على مشكلة المشاكل كما يصفها البعض الحكومة ورئيسها. باسم الشعب جينا نقول، باسم الشعب جينا نقول الانقسام مش مطلوب. وبالتزامن مع لقاء القمة طالب العشرات من المواطنين والأسرى المحررين والسياسيين خلال اعتصام أمام دوار المنارة وسط مدينة رام الله، طالبوا القادة السياسيين إلى سرعة التوصل إلى اتفاق المصالحة وعدم العودة من القاهرة دون التوصل إلى هذا الاتفاق. بطلب من أبو مازن والخالد مشعل أن يكونوا على قدر المسؤولية وعلى قدر مسؤولية الشعب وليس مسؤولية أحزاب أو تنظيم. آمل أن يسمعوا هذه الرسالة وأن يعرفوا أن كل مشاعر الشعب الفلسطيني اليوم تطالب بالإسراع في إنجاز هذه الوحدة، لأنه لن نتحرر من الاحتلال ما لم نغير ميزان القوى، ولن نغير ميزان القوى ما لم نكون قيادة وطنية موحدة. إحنا بنتمنى إنه يحسسونا بشوية جدية، لأنه شباب الفلسطيني لا ينوي الاكتفاء باعتصامات تطالبهم بتحقيق هاي الوحدة. برأي الكثير من المراقبين فإن حركة فتح قرأت المتغيرات السياسية واستخلصت العبر، وحركة حماس هي الأخرى قد قرأت بطريقتها واعترفت أخيرا كما اعترفت فتح أن لا أحد يستطيع حمل لواء المشروع الوطني بمفرده وبمعزل عن جهد الآخرين. هذا الميدان شهد اعتصامات واحتجاجات لا تعد ولا تحصى لإنهاء حالة الانقسام الداخلي، والحال على حاله. اجتماع الرئيس عباس بخالد مشعل قد يكون بارقة الأمل الوحيدة لإنهاء صفحة سوداء من تاريخ القضية الفلسطينية. نزار حبش من مدينة رام الله، تلفزيون القدس. القدس.com